سريع عم قدشك عن جد يعني. شو حسيتك جاي من إزاي؟ إنه أول مرة بكون موجودة حد سلاح. رح فوت دغري بصلب الموضوع، بعرف أنا عم تحضري حالك لكأس العالم بماتش بقبرص، خبرينا كيف التحضيرات؟ التحضيرات لهلا منيحة، عم نحضر قد ما فينا من هلا لماتش، رح تكون هي أول مشاركة لإلي هالسنة بقبرص، بعد عندي كأس عالم بيلوناتو، وعنا بطولة آسيا، بطولة البحر المتوسط، بطولة العالم، وعنات. كمان عرفنا انه انت عم تحضري حالك للاولمبياد تبع طوكيو ب 2020. ما تقولي لي عن الباركينج. بلا يعني مش قليله تمرنت بالباركينج وما في شيء يوقفك، هل هيدا الشيء اعطاك موتيفيشن زياده ولا حسيتي حالك منك حاضره لانه ما عم تتمرني مثل العاده؟ لا اكيد اعطاني موتيفيشن. الرياضه بتتطلب ديلي تريننج، تكوني موجوده بالحاله يعني. مضبوطه الاتاتشمنت بيني وبين جثتي، يكون عندي دائما هيدا إذا بدك الفيلينج، جبرت أعمل هذا الطريقة يعني. الإنسان اللي بده عن جد يوصل بيلاقي دائما كذا طريقة تيوصل عليها. طيب بما إنه قلت جفت صار تطلعي فيه كأنه هيك من أزالة. أنا مش حملة برودة بحياتي أم جفت ما بعرف يعني. بس أنا عارفة إنه جاي أنت تجربي اليوم. لا لا عايز جاي أسألك هالسؤال فلي أنا بدك ما فيك تفلي قبل ما تجربي. بس انت بدك تعلمينا. اكيد بدي استعد. اوكي ريدي؟ يس يلا ليتس دو ذس. لانا ما فيك خفان شوي كثير. شو رايك نحطها لاخرتوش نجرب نشوف احساس الريكوي؟ اوكي يلا. ما بدي اسيب شيء؟ لا لا بالهواء. اوكي ريدي؟ يس. Good. شو الفيلينج؟ انقذت بس انه حلو. حلو ايه؟ مبسوطة. بخش الخنق. يعني ما بتخيل انت بس تربح البطولات شو بيكون شعورك صراحة. أكيد سترونج و فيري امباورينج. دلك بهيدي الهمة عن جد ومبيتي لنا الوجري. ثانك يو. الذهب الذهب للبنان. ألف ألف مبروك لألم موسى ولين ري باسيل. ري باسيل النهارده معانا في الاستوديو، اهلا وسهلا بك. اهلا فيك. اهلا. طمنينا كتفك كله تمام؟ كل شيء تمام. انا عجبني نظره الفخر مع اول ضربه، في ثقه جامده قوي. طيب ري عايز اعرف منك، هل بتحسي اوقات في غيره من بعض الرجاله ان البطله في الرماسه؟ لا ابدا، ما حدش بيبقى غيران. كثير بحس حالي يونيك يعني. اوكي. وديفرنت لانه بالنتيجه اليوم مثل كل الألعاب المرأة لها دور كمان بالرياضة. سو لعبة الرمية لعبة هي فعلاً لعبة كتير لها مثل ما بيقولوا نحن بنقول لها اللذة لها يعني لها غير نكهة صراحة. لأنه الرمية هي أصلاً لعبة بدها تركيز، بدها يكون عنده الواحد التالنت. سو ما بدها كتير إذا بدك فيزيكلي تكون كتير سترونج ولا بالعكس يعني. انا بعتبر في العاب اكثر محتاجه قوه، محتاجه قوه اكثر، او المراه بحاجه تكون اكثر عندها لياقه بدنيه، عندها لياقه بدنيه اقوى مثلا واخطر من الرمايه يعني. لعبه البوكسينج وهيك بلاقيها كثير مأذيه للمراه. بالنسبه لك اخطر من الرمايه، بس احنا بالنسبه لنا رمايه يعني في ضرب. انا شفت الجفن كركابه يعني.